شيء بس ما بشمل، بس ما علينا، نحن بمجتمعنا في كثير بنات ما بيريدوا يحطوا الحجاب بس بيحطوه بس كرمال انه يا مجبورين يا كرمال امهم محجبه. ديما واحده من اكثر من 17 مخرجا شابا سيشاركون في المهرجان. هنا كل شيء مباح، الجنس، الحرب، الاضطرابات النفسيه، الافلام مفتوحه على كل المواضيع من دون اي قيد. وتجوزنا للمخرج جو عزوري واحد من هذه الافلام التي تستعرض بشكل مباشر وواضح موضوع المثليات الجنسيه. صراحة لما كتبت بالأول حسيت إنه إيه رح الكل يعارض ورح الكل يقول يف شو هيدا، بس بالعكس لقيت إنه كان كثير بوزيتيف الفيدباك وكلهم بالعكس حبوا كثير. بعرف ليه طول شوي الفيلم بأمن العام، بقي وقت طويل أكثر ما كان لازم، يعني ثلاث أيام بقي ثلاث أجماع، بس إنه قطع. السينمائيون الشباب سيجتاحون ليلة بيروت من مساء الأربعاء حتى 11 من الشهر الحالي، 8 أيام ستشهد سقوط الكثير من المحرمات أقله على الشاشة. خلاص، المزيد من الأخبار المحلية في